بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على أشرف المرسلين، اللهم صل وسلم وزيد وبارك على سيدنا محمد النبي الأمين. إخواتي وحبايبي الكرام، هنتكلم النهاردة عن حلقة بخصوص العناية والرعاية بصغار الأرنب بعد الفطام مباشرة لتجنب موت الفطام، والعناية لحد ما توصل للوزن الأوزان اللي أنت عايزه. طبعا يا شباب، النهاردة يعني حلقة مهمة جدا للناس اللي بتشتكي، ان بتقول ان الارانب عندها بعد الفطام مباشرة بتموت. الناس اللي بتشتكي وتقول احنا الارانب عندنا بعد الفطام بتموت. اقول لحسيادتك يا باشا، ايه الاسباب اللي بتخلي الارانب عندك بعد الفطام تموت وتخسر الارانب بتاعتك؟ كل اللي تولد الارانب بتولد عندك. الأرنب إن سيادتك بتخاف على الأرنب ودايما تحط له أكل كتير، يعني بتبقى متخيل إن أنت لما تحط الأرنب أكل كتير إن الأرنب هيفحل معاك بسرعة وهيكبر وحجمه هيكبر معاك بسرعة. طبعا يا باشا، ده خطأ اللي أنت بتعمله في نفسك وبتعمله في الأرنب. أنت كده بتموت الأرنب بسرعة، مش بتخليه إنه يفحل أو يكبر معاك بسرعة وزنه يزيد بسرعة، لأ. لا، انت حضرتك بقى بتموت الارنب بسرعه. ازاي؟ المفروض حضرتك الارنب ده هو عامل زي الطفل الصغير، عامل زي الطفل الصغير. الطفل الصغير لما بيكون مفطوم او في مرحله قبل الفطام، تلاقيك بتاكله مثلا زبدايه، بسكوته، بتاكله اي حاجه خفيفه، ما ينفعش انك تيجي تاكله رز والكلام ده. كذلك الارنب الصغير يا شباب، ان انت اول ما بتفطم الارنب زي ما احنا اتفقنا قلنا في الحلقات اللي قبل كده، بنحط مضاد سموم في الميه علشان يعني يحافظ مع الارنب من الاعلاف واي سموم في الاعلاف وبروتينات العاليه في الاعلاف، لان الارنب لسه صغير. تمام. طبعا يا شباب، زي ما انتم عارفين الارنب ده المفروض الارنب الصغير بناكله بالراحه. ازاي؟ بنحط له حاجات نسب بسيطه كده لحد ما الارنب بطنه تخشن ويتعود على الاكل، ويتعود ان هو يعني الاكل يبدا يتحرك جواه. ما ينفعش اجي اشيله من النار من الدار احطه في النار. ما ينفعش اشيل الارنب من الدار نحطه في النار، بمعنى ان الارنب لازما ياخد حقه. حقه في ايه؟ حقه ان انت تهتم بيه، ان انت ما تديلوش كميه العلف زي ما الناس بتجيلي تكلمني على التعليقات وتبعت لي رسائل على القناه بتقول لي احنا بنحط الارنب اكل كتير عشان يفحل، والارنب جاله اسهال، الارنب عنده انتفاخ، الارنب عنده تحجر. طب ما دي يا باشا اسباب انت اللي خلقتها وانت اللي صنعتها بالنسبه للارنب. ان سيادتك بتيجي تديله كميات اكل كبير، سيادتك بتيجي بتقوم اكل الارنب اخضر، لا انا مش عايز الارنب بعد الفطام ياكل اخضر خالص. امنع اي اكل اي علف اخضر خالص نهائي. طول ما الارنب صغير اقل من عمره شهرين ما تاكلوش اخضر. بعد الشهرين، شهرين واسبوع، شهرين وعشر ايام، حط اخضر براحتك بس بكميات برضو قليله، مش كميات كبير. تمام. لازم يا شباب بنعلف الارنب نظام وجبتين، بالنسبه للارنب الصغيره كمان وجبتين في اليوم، وجبه الصبح ووجبه المغرب. انا دلوقتي بصور مع حضراتكم دلوقتي المغرب اهوت، بصور مع حضراتكم دلوقتي المغرب، لسه بعلف الارنب زي ما انتم شايفين. شوف زي ما انتم شايفين، انا عايز الارنب كده يا شباب، عايز احط الاكل للارنب، قال الارنب جاي مقبل على الاكل زي ما انتم شايفين بياكل اهو، اهو زي ما انتم شايفين كده. عايز الارنب زي ما انتم نفس المنظر اللي انتم شايفينه كده يا شباب الاقيه. ليه؟ الارنب لما يكون جعان وتحط له العلف بكميات قليله هتلاقيه جاي على الاكل وجاي على العلف، هياكل وهيتروح الناحية التانية هيشرب مية. الأرنب لما ياكل ويشرب مية يا شباب يفحل معاك حتى لو كمية الأكل قليلة. إما الأرنب لما تحط له نسبة الأكل كبيرة قدام منه وكتير، هيتدور بعد ما ياكل، هيتدور يتبول على الأكل الباقش. الأرنب بتاعك بعد ما ياكل هيتدور يتبول على العلف الباقي، يبقى كده بوظ لك العلف اللي انت حطيته، لا الارنب استفاد منه ولا سيادتك استفدت منه ولا وفرته. المنظر ده يا شباب اللي انتوا شايفينه ده لازم نشوفه في الارانب بتاعتنا.
ليه؟ لان الارنب لو اتحط قدام منه كميه اكل كتيره هيفضل ياكل 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 ياكل، وبعد كده يقوم جاي كاشش في جنب كده بعد ما خلاص بطنه ما عادش قادر انه ياكل، بطنه خلاص حصل لها تحجر في الامعاء، ما عادش قادر يهضم. الارنب جاله اسهال، الارنب تعب وكش وقف في جنب، لا عاد عارف ياكل لا قديم ولا عاد عارف يعمل الاخراجات الاكل اللي هو اكله، وحصل له تحجر في المعدة. مهما تعالج فيه خلاص كده الارنب بطنه اتحجرت، تحط له خل، تحط له بقى مضاد سموم، انت ونصيبك بقى ممكن يعالم ان هو يفك التحجر ده او يتوكل على الله ويروح. فطبعا يا شباب الاخطاء اللي احنا بنقع فيها دي يا شباب علشان التعليقات كتير، كمية التعليقات اللي بتجيلي يقول الارنب عمر 30 يوم بعد الفطام مات، الارنب عمر 25 يوم مات، الارنب عمر 40 يوم مات. طب انا عايزك يا شباب تجوع الارنب بتاعك، تزعلش مني، ما تفكرش ان انا يعني بقول لك كده ان انا مش هقدر تاكل الارنب بتاعك، لا، جوع الارنب وانا المسؤول، جوع ارنبك وانا المسؤول. انا عارف انا بقول ايه، والكلام ده يا شباب مش من فراغ، يعني الكلام ده هوت مش من فراغ، الكلام ده عن تجارب، عن تجارب. صوموا تصحوا، صوموا تصحوا. طبعا ده هي يا شباب حاجات لازما ان احنا ناخد بالنا منها، والله بتوفر في العلف بتاعك، انت لما تجوع ارنبك بتوفر في العلف بتاعك، مش بتخسر علف، والارنب بيزيد معاك، الارنب بيزيد معاك. اهو يا شباب شوف الارنب اهو، الارنب اكل ورايح عشان يشرب، ياكل ويروح يشرب، شيء طبيعي. هتيجي تبص الارنب وزنه بيزيد معاك، حجم الارنب بيبقى كويس، صحة الارنب بتبقى كويسة، مش بتلاقي الارنب بقى كاشش وهز. اهو يا شباب اهو زي ما انتم شايفين اهوت اهو، انا عايز المنظر ده يا شباب، عايز اشوف الارنب كده وهي متجمعة على الاكل اهي وبتاكل اهو اهو يا شباب، انا عايز اشوف المنظر ده. ليه؟ هتجوعه هيفحل معاك، هتاخد اوزان كويسه، الارنب صحته هتبقى كويسه، يعني انا مش هضحك عليك، اللي انا بطبقه على نفسي والله العظيم اقسم بالله اي حاجه انا بطبقها على نفسي بطلع اصورها لكم فيديو علشان الكل يستفاد، علشان الكل يستفاد. انا نفسي الشباب اللي عايزه تفتح مشاريع صغيره في المنزل إيه، تربي ارانب، والله يا شباب الارانب كويسه ما فيها اي مشكله، يعني في ناس كتير تهوت تقول لك تربيه الارانب وحشه وتربيه الارانب في الصيف وتربيه الارانب في الصيف وحشه، لا ان شاء الله اعمل لكم فيديوهات عن تربيه الارانب في الصيف وهتعرفوا الفرق بين الصيف والشتاء، صدقوني انا بقى صدقوني وعن ثقه هتلاقيك بتربي الارانب في الصيف وتقول الارانب معانا في الصيف حلو عن الشتاء، لان يعني معلش في ناس كتير في الشتاء اشتكت من موت الارانب الصغيره بسبب البرد الشديد اللي موت معاهم الارانب، بسبب البرد اللي موت معاهم الارانب. ليه؟ لان البرد يا شباب صعب جدا وما بتقدرش ان انت تتحكم فيه، مهما تدفي ومهما تعمل برضو الارانب بتاخد برد وبتموت. اما في الصيف هتجيب مروحه، نشغل بقى شغل المبردات بقى اللي هي المبردات اليدويه اللي هو نظام ملاش عشان ما احرقش الموضوع، ان شاء الله هنعمل لكم فيديوهات على الموضوع دوت، وفي اقرب وقت ممكن ان شاء الله اول بس ما الجو بدا يحرر علشان نطبق كل حاجه عملي قدام منكم، علشان نطبق. اهو شوف يا شباب، اهو بصوا يا شباب اهو، ده النقطه اللي انا كنت بتكلم عليها يا شباب اهوت، ان انت جوع الارنب وحط الارنب اكل، الارنب هياكل وهيدور يشرب ميه هيفحل معاك. الميه بقى قبل ما حاطين في الميه يا شباب فيتامينات واملاح معدنيه في الميه، شوف الارنب عامل ازاي، شوف يا شباب مقبل اهو، شوف يا شباب شايفين قد ايه الكلام، النقطه اللي بقى طبقه عامل معاكم اهو، شايفين يا شباب اهو، ده النقطه اللي انا عايز اشوفها، ان الارنب ياكل يشرب يفحل، جسمه يزيد وزنه يزيد، انا عايز الارنب يبقى ياكل ويشرب، مش الارنب ان هو بقى يجي ياكل وينام ما يشربش. الشرب ده يا شباب مع الاكل بيعمل عمليه هضم، بيعمل عمليه هضم، اما الارنب تحط له كميه قليله يا شباب ياكلها وخلصها وتدور يشرب ميه
بتعمل معاه عمليه هضم كويسه، تحط علف بعد كده. اهم حاجه ان لازم ان العلف ما يتبقاش قدام منه، خلص العلف ويشرب زي ما شايفين كده اهو. ده المنظر اللي انا عايز اشوفه، يعني ده المنظر اللي انا عايز اشوفه. الارنب اهو شوف يشرب ويجي ياكل، يشرب ويجي ياكل، ده اللي انا عايز. بس اهم حاجه الميه ما تتقطعش من قدام الارنب يا شباب، الميه ما تقطعش من قدام الارنب، لازم أن تكون الميه قدام الارنب باستمرار. ارجو ان اكون قد وصلت رساله لعدم يعني الخساره. ارجو الاشتراك في القناه، تفعيل زر الجرس، اللايك والشير، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.